مشاهدينا رجعنا لكم، ويا ريت تركزوا معايا في هذه الفقرة جدا جدا جدا. لاحظنا في الآونة الأخيرة ازدياد السعوديات بمجال تصليح السيارات، فاقتحموا عالم الميكانيكا اللي كان مقصور فقط على الرجال ولفترة أكيد كانت طويلة. ضيفتنا اليوم قدرت بخطى ثابتة تحقق هدفها تحصد لقب أول ميكانيكية سعودية. نرحب معنا في الاستوديو بأول ميكانيكية نرهان الباز. أنا إيش كنت أقول لك تحت الهواء؟ كنت تقولي أشياء كثير حلوة. كنت أقول لك يخرب بيتك. يعني أنا أحييكي جدا حبيبي. يعني أحيي، ما أعرف أحيي مبادرتك أو أحيي شجاعتك أم أحيي قوة شخصيتك أم أحيي لا مبالاتك بكل ما سوف يقوله المجتمع، فبرافو عليك. الله يسعدك. فعلا أحيي شخصيتي قد ما تحيي الأهل اللي يدفعوا أولادهم إن هم يحققوا أحلامهم. أحسنتي أحسنتي. مرهان وراك رحتي الميكانيكا؟ لماذا يا بنتي؟ والله النصيب. احكي لي من جد، يعني انت كيف الان اصبحتي اول ميكانيكيه سعوديه؟ احكي لي التجربه. سبحان الله، هو بدا نصيب، يعني ما كان احد يتخيل ولا احد يقول في باله ولا في خاطره انه ممكن في يوم من الايام انا اصير ميكانيكيه. قبل سواقه النساء يمكن كان مو يعني ما مستحيل كنا نفكر بهذا الشيء. هي بدأت، كنت طفلة صغيرة، والدي كان يعشق السيارات الكلاسيكية فكان عنده كوليكشن كبير من السيارات الكلاسيكية. بدأ في، كنت أجي أزنخ عليه شوية وشوية بابا يقول اسمعي شفتي اللي هناك ده جيبي لي هو، بعدين شوية بدأت شفتي مفك 14 جيبي لي هو، بعدين أمسك كده فك كده، ألين اتطورنا أنا وبابا الله يحفظه أنه صلحي مرة واحدة. ألو فك جربوكس أنا جاي في الطريق. فبدأت كده والحمد لله. أنت ما عندك إخوان أولاد؟ عندي أخوين، واحد صغير واحد كبير، بس الأخ الكبير كان بظروف عمله وبظروف دراسته كان بعيد عن البلد، يعني عايش خارج البلد. فزي تقولي الوالد كان بحاجة أنه يكون في أحد معاه يساعده يعني يصلح معاه، فاختارك بالصدفة. طيب مريهان، إحنا لما نتكلم عن ميكانيكا السيارات إحنا نتكلم عن إيش بالضبط؟ يشمل ايش هذا الموضوع؟ ميكانيكا السيارات، العالم لما تسمع كلمه ميكانيكا تفكر في شيء معقد، في شيء كبير، في شيء انا مش حافهمه. يعني دائما بيقولوا هندسه ميكانيكيه، المصطلحات هذه بتصعب الموضوع. الموضوع بسيط ويعني هي تقنيه معينه، خلينا نسميها تقنيه او ماكينه معينه او شيء معين. انت لو بس عرفتي طريقه تركيبه فحتعرفي كل شيء في الميكانيكا. الميكانيكا يعني انت بتقولي لي حددي ايش يعني في الميكانيكا. ميكانيكا في تصليح، في تعديل، في تغيير تبديل قطع، في شامله اشياء مره كثير. يعني في الماكينه، في نفس الماكينه حقت السياره في الماكينه، يعني ساعات تجيكي مشاكل في ماكينه السياره، تجيكي مشاكل فيها تحاولي يعني توضيب الماكينه، ممكن قطع معينه بس تبدليها ترجع تمشي مره ثانيه. الميكانيكا مو بس ماكينه سياره، في اشياء ثانيه كمان. ممكن في التعديل ينقسم لانواع كثير، تعديل في سرعه، تعديل في شكل، تعديل في، يعني على حسب انت ايش تبي تعدلي او انت ايش عندك خراب معين. مظبوط. انا سرحانه فيكي، يعني انا كذا اتخيل، يعني هل احنا ممكن نتخيل يا مرهان انه البنات تكون، يعني بشوف الشباب، ما اعرف صححي لي، شباب لو سيارته صار فيها مشكله في الطريق اول شيء لما يبنشر الكفر صحيح فبيعدل، واحنا لا ما نقدر. تخيلي ان انت تقولي ما تقدري، بس انت لو مره واحده شفتي واحد بس قدامك بيبدل الكفر حيكون شيء مره سهل. صحيح. مره بسيط. هل تتوقعي ان البنات بعدين حيكون عندهم القدره على الاعتماد الذاتي في ميكانيكا؟ مو بعدين، انا متاكده في كثير. أوكي. بس حل. ما في للان واحده طلعت. انا متاكده، يعني احنا ايام زمان كنا نسمع عن البنات اللي في القرى البعيده بيسوقوا الونيتات. مظبوط. وكنا بنسمع معقوله في اي، وكانوا في مليون. انا متاكده منهم هذولا، في مين بيصلح بنفسه، في مين بيركب بنفسه، في مين بيعدل بنفسه. بس الى الان يمكن ما ظهروا لنا، بس في موجود، في كثير بنات موجود. صح. ريم اسمحي لي اوجه لك هالسؤال. نعم. يعني انت ممكن تصلحي سيارتك، يعني اذا بنشرت عليك بالطريق او صار فيها شيء ومرهان علمتك الاليه؟ أيوة انت طبعًا. مستعده؟ طبعا. ما تحتاج الى قوه بدنيه؟ شوفي، الناس تفكر انه فعل، هو فعلا في اشياء انا شخصيا وانا بصلح تلاقيني ماني قادره افكها. بس الفيزياء، شوف الفيزياء تدخل في الموضوع. بطريقه معينه، بتقنيه معينه، الان صار كل شيء بتكنولوجيا. ما عاد صار في انت بيدك، صار في دريل بالكهرباء تشبكيه دقيقه فكل لك كل حاجه تبغيها. لو عندك الاجهزه العده المناسبه خلاص. الان انت عارفه حتى لو رحتي في اماكن معينه حتلاقي في شنطه فيها كل شيء، فيها دريل، فيها رافعه، في
ولا تسوي ولا شيء ولا شيء، بس تشبكيها على الـ على الـ 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 الكهرباء الكهرباء السياره وخلاص تشتغل وتسوي كل شيء بنفسك. مهم يعني الشنطة لا تفكر الموضوع صعب، الموضوع جدا سهل وبسيط. دقيقه عشان البنات اللي قاعدين يشوفونا كلنا عشان يوفروا هذه الحقيبه أيوة. لسياراتهم من وين نجيبها؟ روحوا من غير ذكر اسماء ايش نوعيه المحلات اللي نروحها؟ المحلات الكبيره اللي تبيع كل شيء، كل العدات والعزلة. لها اسم هذه الحقيبة؟ لها اسم. لا لا ما لها اسم. أقول يعني أروح الآن أقول أبغى حقيبة الميكانيكا. لا مو حقيبة الميكانيكا، روح يقولي أبغى العدة الكاملة، العدة حقت السيارة حقت الطوارئ. أيوة في عدة معروفة في شركات معروفة اسمها العفريتة. العفريتة اللي تطلع السيارة كلها تشمل حتى العفريتة. حلو. يجيك جهاز كبير قد كذا في له نفس يعني كذا تطلع تطلع لك السيارة ترفع لك هي. أيوة. وفي كل العدة في كل هذه في كل شيء، في شنطة واحدة بس تحطيها عندك في السيارة ولا تحتاجي تتصلي على احد تقولي له تعال انا بنشرت. يا سلام، فكي بنفسك وتعلمي نفسك. هو هذا الكلام. اي بما اننا بنسوق فنحتاج. وعلى فكره يعني هذا شيء احنا النساء ما شاء الله نقدر نسوي اشياء ما في احد يقدر يسويها زينا، فلا تفكروا الموضوع صعب، الموضوع سهل بس روحوا. اسمعوا كلام مرهان حقيقي. هذا اللي نبغاه. عشان كذا مرهان لازم اسالك، يعني كونك اول سيده سعوديه تمتهني هذه المهنه، ردة فعل المجتمع من زمان من اول في 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 جده، ما انت من جده؟ صحيح. في جده، في حيكم الاهل الاصدقاء كيف كانوا يطلوا لك؟ ايش يقولوا لك؟ شوفي يقولوا بابتك ايش؟ ايش يقولوا لك؟ عاده الناس دائما تنقسم قسمين، حتى انت كمذيعه الان في ناس قسم، في الناس تنقسم عندك قسمين، في اللي يشوفك انه انت بفخر، وفي اللي يشوفك باستعجاب، وفي اللي يشوفك انه لا الشيء ده مره غلط ومره ما يصير نفس الشيء في الميكانيكا، لانه احنا دائما عاده نخاف من الشيء الغريب، فتلاقي رده فعلنا تنقسم لقسمين، يا حابه الموضوع يا ما اقول لك. ما في ناس يعني انا تعرضت لمواقف سيئه جدا في منطقه عسفان، منطقه الورش. أي. تعرضت لمواقف سيئه جدا، في رجال كانت يعني بتدخل تقول يلا اطلع من هنا، انت ايش دخلك هنا؟ بالضبط روحي. يعني خصوصا انه هذه حكر على الرجال تبيعني قطع، في ناس ترفض تشوف اي حاجه. بس في منهم كانوا مره داعمين ومره مشجعين، وفي اتوقع يمكن هم الاكثر كمان جدا، ما تتخيلي قديش يدعموا، وما تتخيلي قديش بيقولوا لي نحن كلمه نحن فخورين فيكي هذه سمعتها مره كثير، مع اني بسوي شيء بسيط يعني ما يعتبر. والله إن فخورين فيكي، والله فخورين فيكي. انكسف. شوفي مرهان بسالك سؤال وخلينا كذا البساط احمدي. ايوه. انت متزوجه؟ منفصله. طيب خليني اسالك سؤال، لاني الان حال كثير من النساء هيسالوا هالسؤال. صحيح. وراها شلون بنزوج هذه البنيه الحين اذا اشتغلت ميكانيكيه؟ كيف يعني؟ يعني هل 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 اذا في بنات حبوا يخطوا خطاكي يمشوا على نفس النهج؟ والله احنا حابين الميكانيكا. لا تتخيلي، لا هذا تتخيلي. يخوفهم انه تقول لك انا ما هتزوج. لا تتخيلي، ايام زمان كانوا يقولوا اللي تطلع في التلفزيون ما حتتزوج، في منكم ما حتتزوج؟ صحيح. في كثير متزوجين. أي. متزوجين، وفي الناس ايام زمان كانت تقول اللي تغني مستحيل تتزوج، اللي تعمل كذا مستحيل تتزوج، لكن صار في عندنا تطور الحمد لله، في ناس الان من جد لما امشي يشوفوني فخورين فعلا. وناس وفي عروض زواج كثير، تعالي انت البنت المثاليه يقولوا لي. انت المراه التي يبحث عنها الرجل. ايوه تعالي، امراه تعتمد على ذاتها. تعالي. فلا تتخيل يعني اي بنت، مو بس على الميكانيكا، اي حاجه انت حابه تسويها روحي سويها من غير خوف، حققي حلمك. مشكلتنا يا مرهان ناس كثير بتعتقد ان هذا الكلام كلام شعارات، وانه هذا الكلام كلام احنا بنقوله على الشاشات، وانه الواقع وبيرجعوا في النهايه بيسمعوا كلام المجتمع، بيسمعوا كلام الناس، بيسمعوا ويقولون ويقولون ويقولون، ومين هم اللي يقولون ما ندري عنهم. طيب انا اوجه الكلام ده لكل واحد قاعد يتفرج اليوم التلفزيون، انت قد ما كنت او انت قد ما كنت كويسه وشاطره وست بيت ومحترمه وما تخرجي من بيتك وتعملي كل العادات والتقاليد الصح، برضو تلاقي مين بيتكلم عليكي. احسن كلام. فلا تستني، روحي انطلقي، واللي بيتكلم عليكي حطيه وراكي وامشي. في يوم بعد كم يوم، بعد كم سنه هيجي يقولوا يا بختك. وفعلا هذا اللي صار، وفعلا هذول الناس اللي بيجي معاكي بيجي ضدك بيرجع يشوفك وبيرجع بيقول ممكن لو سمحتي اجي اتصور معاكي، ممكن اجي اتكلم معاكي، وقتها شوفي قديش حتكوني فخوره في نفسك. بالضبط. الواحد لما يكون عنده شغف وواثق في نفسه وواثق في الشيء اللي هو بيسويه وحابه وعارف انه ما في شيء غلط، ما في شيء عيب، فكلام شوفي الناس يعني. وانا دائما اقول الخوف يقتل الطموح. بالضبط. لا تخافي، حتسوي المستحيل. صحيح. حتكسر الدنيا وحتوصلي القمر. لا تخافي وروحي
وحتنطلقي. بالضبط. وين توصلتي يا مرهان؟ ما شاء الله شاركتي كمان في فعاليات الفورمولا اي اللي كانت في الدرعية، كلمينا عن هذه المشاركة كيف كانت وإيش كان دورك فيها؟ الحمد لله. طبعا أنا ما شاركت بس في فورمولا اي الدرعية، آخر مشاركة لي كانت فورمولا اي الدرعية، شاركت كمان في فورمولا 1 في جدة كمان. ما شاء الله. فورمولا 1 لي قصة معاهم كده لطيفة شوية. كنت أنا من آخر المسجلين في الفورمولا زي ما يقولوا، وما كان في مكان أصلا، مستحيل يدخلوني الفورمولا. فمع إصراري أني أنا أشارك في حدث زي كده، قلت مستحيل حدث زي كده أنا ما أكون مشاركة فيه. إصراري خلاني أني أنا خلى الموجودين هناك يصروا أن هم يحطوني وفي يعني في يخلوني أشارك. شاركت في واحدة من الفرق في الفورمولا اللي كان مستحيل عندنا في السعودية بنات يشاركوا فيها. شاركت أنا وثلاث بنات معايا، كنا من أول البنات اللي شاركوا في هذه اللي هو فريق التدخل السريع، فريق الريكفري مارشال. فريق الريكفري طبعا أنت في الفورمولا أنت عارفة بمجرد ما يصير حادث، الحادث ده بياخد من وقت السباق طبعا، فلأنه بياخد من وقت السباق لازم تدخلي بسرعة وتخرجي بسرعة. فشاركت في هذا الفريق كأول سائقة كرين أو رافعة في العالم، كأول امرأة في العالم تشارك في 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 يعني حقيقي تسوق الرفعة. حقيقي حقيقي يعني برافو عليك. شكرا. برافو. حقيقي أنا يعني لو ما أهلي، والدتي، والدي الله يشفي، الدكتورة الأميرة عهد رئيسة نادي المارشال اللي أصرت إن أنا أكون موجودة، أبو نورة، أبو سعد، أبو طارق، هذول كلهم في الاتحاد السعودي كلهم كانوا مصرين. الشباب اللي معايا هنا خلف الاستوديو أوجه لهم مرة تحية برضو من الاتحاد السعودي، كلهم جايين بس يدعموني. ما شاء الله. فتعرفي أنت هنا أنه نحن السعودية اليوم الحمد لله يشجعوا كل شيء، أهم طبعا. شيء يكون أنت حابة عندك الشغف. مظبوط. وحتلاقي مين يشجعك، حتلاقي جيش، وأنا مبسوطة بالجيش هذا. والله مرهان أنا يعني ودي أضاء خلاص تنزل باقي الفقرات ونكمل معاكي، بس أنا هسألك سؤال أخير لو سمحتي. هناك نساء أخريات في هذا المجال أم مرهان فقط إلى الآن؟ لا في، أنا اليوم يعني في بس تعرفيهم على تواصل معهم؟ لا ماني على تواصل معهم، بس قد سمعت أنه في بنات الآن بدأوا. أتمنى طبعاً أنه يبدأوا يفتحوا لنا مراكز نقدر نعلم الصيانة، أتليست الصيانة حقت السيارة في البنات. صحيح. عشان زي ما إحنا اليوم الحمد لله أنا عندي أب أخ زوج، في بنات كثير ما عندها لا أب ولا أخ ولا زوج أحد يساعدها على الطريق، فأتمنى أنه يكون في الآن مراكز تساعدنا. في بنات الحمد لله سمعت عنهم كثير أنه بيشتغلوا في مراكز صيانة، وأنا واحدة منهم وأدعمهم وأقول لهم تعالوا خلونا نعمل جروب كامل ونجيب معنا كل البنات اللي حابين يشتغلوا. أكيد طبعاً، وأنت أول الناس حبيبي. فأكيد لا في بنات بيشاركوا في، فإن شاء الله أنه هيزيد كمان مع الأيام الجاية، حتلاقي بنات مرة كثير. بس مع إتاحة الفرص بإذن الله. بإذن الله. مرهان جدا فخورين بيكي. شكرا. وشكرا لوجودك معنا اليوم. يعني أثرتينا في هذه الفقرة، أول ميكانيكية سيارات سعودية. طبعا انتظروني بيكي. انتظروني كمان إن شاء الله في سباقات الرالي الجاية إن شاء الله. طبعا شاركت كمان في أول سباق رالي نسائي في السعودية. واو. لو رالي جميل. أشكرهم مرة كثير على إنه هم شفتي بيفتحوا فرص للبنات إنه إحنا ندخل في كل المجالات. بقول للبنات تشجعوا ونبغى نشوف بنات في الرالي. يبقى بنات في الرالي. انت حتكوني في الرالي باذن الواحد الاحد. يعني شاركت اوريدي في رالي جميل في الرالي. وفي مجموعه بنات شاركوا في رالي جميل. ومستنيه كمان ان شاء الله الراليات الجايه كلنا نكون بنات باذن الله. باذن الله كلنا معانا لازم. واحنا دائما معاكم يعني قلبا وقالبا، وندعم السيدة السعوديه في كل مكان ومهما كان مجالها. شكرا لكم. شكرا لك يا مريهان. شكرا. ثانك يو. فاصل قصير مشاهدينا ومكملين بعد الفاصل. في العلاقات الاجتماعية متى يظهر الإنسان على حقيقته؟